المحليه، امبارح كان في صدمه تاريخيه لكل عشاق ومحبي برشلونه في العالم بعد الخساره التاريخيه اللي حصلت امام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الابطال بنتيجه 8-2 واقصاء برشلونه من البطوله اللي غايبه عنه من 5 مواسم كامله. حقيقه في ناس كانت زعلت مني لما اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت ان برشلونه هو الفريق الاضعف للاسف في الفرق اللي في دوري ابطال اوروبا دلوقتي وان فوزه على بايرن ميونخ هيكون صعب جدا. بس اللي حصل امبارح كان زلزال، اللي حصل امبارح كان يوم تاريخي، كانت نتيجة تاريخية، أول مرة نشوف برشلونة بالشكل ده من فترة كبيرة قوي. يمكن على الفترات اللي فاتت برشلونة اتعرض لبعض الهزائم، بس هزيمة امبارح دي كانت مختلفة جدا، هزيمة بتمحي أي هزيمة حصلت قبل كده ويمكن بتمحي كمان بعض الانتصارات، ومش هكون ببالغ لو قلت كده، لانه امبارح كان يوم بيحدد نهايه جيل في برشلونه. لما نشوف الفريق بالشكل ده قدام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا ده مش طبيعي. برشلونه لاول مره من سنه 46 يدخل فيه 8 اهداف، وكمان تاني فريق في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يخسر ب8 بعد ما حصل مع إشبيلية قدام ريال مدريد. الناس كانت يمكن شويه شايفه انه ميسي، كان في كوميكس بتحصل عليه انه ميسي مصدوم. هو الحقيقه حقه يتصدم جدا، مش بس علشان هو لاعب كبير وشايف فريقه بيخسر ب8 اهداف، ولا حتى لاعب ناشئ لو شاف فريقه بيخسر بالطريقه دي هيبقى كده، لكن كمان ميسي كان بيتعرض لاكبر واسوا هزيمه في تاريخه. ميسي امبارح كان بيعيش حاجه هو ما عاشهاش قبل كده، يعني يمكن الاسوا اللي كانت قبل ما يحصل ده امبارح كانت حتى ما كانتش مع برشلونه، كانت مع منتخب الارجنتين لما خسر 6-1 قدام بوليفيا في تصفيات كاس العالم، لو ذاكرتي ما خانتنيش يعني. فالحقيقه انه ميسي امبارح كان في صدمه ما كانش طبيعي. كنا بقالنا فتره بنقول المدرب فيه مشكله، برشلونه محتاج مدرب متمرس، محتاج مدرب يقدر يتعامل مع اللعيبه، يبقى فيه ثقه بينه وبين اللعيبه، مدرب يعرف يطبق تكتيكه. من ساعه ما لويس انريكي مشي وبرشلونه في المشكله دي بقالها كتير، والصحافه الكتالونيه عماله تهاجم والناس تتكلم، برشلونه بقاله 3 سنين في مشاكل. فاللي حصل ده يمكن كان طبيعي، المدرب فشل تماما في اداره الماتش تماما. يعني ما ينفعش ابقى لاعب فريق زي بايرن ميونخ وبتعامل بالطريقه دي، يعني لما الاقي بايرن ميونخ افضل مني فنيا وذهنيا وبدنيا دي مشكله. كل كوره كان بايرن ميونخ بيجري بيها على المرمى نسبه ان هي تدخل جون كانت اكبر بكتير جدا من نسبه ان هي تطلع بره، فدي كانت مشكله. ومع ذلك المدرب ما قدرش يتعامل مع المشكله دي، يعني مع ذلك المدرب عمل في الشوط الثاني عمل ايه؟ سحب لعيبه نص الملعب، يعني هو المفروض يهدي يقتل رتم اللعبه بقى، خلاص انت شايف انك خسران وداخل فيك اجوان كتير اقتل بقى، هدي رتم الملعب. لا، سحب لعيبه نص الملعب ونزل بهجوم، فكان طبيعي جدا وكان متوقع جدا الاهداف اللي دخلت كمان في الشوط الثاني. بعد الهزيمه دي فكره ان ميسي يمشي من برشلونه خلاص مش هتبقى مفاجاه، يعني احنا بقى لنا فتره في اشاعات ان خلاص ميسي خارج برشلونه، ده كان بقى له فتره كبيره. بعد اللي حصل امبارح لا، انا هنا ده مش هيبقى مفاجاه، ده كمان في تقارير بدات تتنبأ بقى انه طب ميسي هيروح السيتي ويلعب مع جوارديولا تاني، ولا هيروح ايطاليا، ولا مين اصلا الفريق اللي هيقدر يدفع مرتب ميسي ويقنعه ان هو يمشي من برشلونه. مش عايزه برضو الكلام عن برشلونه والهزيمه التاريخيه دي يخليني ما اديش حق بايرن ميونخ، الحقيقه قدم ماتش كويس جدا، فريق كان كويس جدا، كان متكامل جدا، وكان الحقيقه رائع بكل ما تحمله المعنى من الكلمه من معنى، كان فريق متكامل جدا، وخصوصا الباك الشمال الفونسو ديفيز اللي عنده 19 سنه واللي قدر ياخد افضل لاعب في الدوري الالماني، والحقيقه بيشكل جبهه قويه جدا في الناحيه الشمال، يمكن هي الاقوى في اوروبا دلوقتي. ده بالنسبه للكلام عن ماتش برشلونه. اكيد من حق كل محبي ومشجعي برشلونه ان هم يتضايقوا بعد الخساره دي، طبيعي جدا، وانا قلت ان انا واحده من مشجعي برشلونه، والحقيقه 8 كانت ثقيله قوي. صحف العالم وصفت الهزيمه دي بالعار التاريخي على برشلونه، لما اتكلموا عن الماتش وصفت صحيفه اس الاسبانيه وضع برشلونه بالجحيم، وده طبعا قبل ما توضح ان كتيبه البلوجرانا تعرضت للذل على ايد بايرن ميونخ واللي كتب نتيجه تاريخيه زي ما قلنا في دوري الابطال. اما صحيفه ماركا المدريديه اكتفت بكلمه واحده على صفحتها وكتبت انه عار.
صحيفة سبورت تصدرت في برشلونة، قالت إن عنوانها التاريخي اللي كان بيتصدر عار تاريخي في الناحية الثانية. طبعا الصحف الألمانية تغنت بفوز البايرن وقالت صحيفة بلد 8-2 فوز عملاق. مجلة كيكر بقى قالت بايرن بيذل برشلونة في تأهل مستحق للنصف النهائي. وفي إنجلترا وصفت صحيفة دالي ميل البريطانية فريق برشلونة بالعاجز. أما صحيفة ميرور ركزت على المستوى المذهل اللي قدمه كوتينيو، اللي طبعا ما كانش ماشي يعني بخطة ثابتة مع بايرن ميونخ، لكن امبارح تألق جدا قدام برشلونة فريقه الأصلي وسجل هدفين وصنع ثالث. في إيطاليا بقى كان التركيز على إهانة ميسي في ظل طبعا ارتباطه زي ما قلنا لحضراتكم، ارتباط اسمه بالانتقال لإنتر ميلان. عنوانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبور: بارسا يغرق، ميسي يهان، هل يغادر برشلونة؟ عشان نتكلم أكتر عن مباراة برشلونة هيبقى معانا دلوقتي الصحفي أمير نبيل.